أكدت غرف العمليات الرئيسية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة دانيال ومتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين، حيث أكدت أنه في مطروح وجهت المحافظة برفع حالة الاستعداد والتأهب لفرق الطوارئ ورفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين العامة والطريق الدولي، وكذلك تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالات العامة للطقس. وتلقت وزارة الموارد المائية والري تقريرا بشأن موقف العاصفة دانيال وتأثيرها على محافظة مطروح، وأكد التقرير استقرار الأحوال الجوية وتوقف الأمطار على مدن ومراكز للمحافظة بعد هطولها بصورة متقطعة على بعض المناطق دون أن تتسبب بأي سيول أو أضرار. كما شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة دون أي تأثير على الحركة المرورية والحياة العامة للمواطنين.